حرنا الغلق بارك اخويا بارك خرجونا في هذه البلاد هذه. واش الفارق خرجونا في هذه البلاد هذه؟ واش الفارق؟ واش الفارق خرجونا؟ واش انتوا من عندنا هذه؟ خرجونا واش الفارق؟ هذا لا هذا لا بارك بارك خرجونا واش الفارق؟ بارك واحنا في بلاد دخولي البلاد عايشين في ظمامة طالبين السلامة نصرنا يا مولانا ارفع لنا حشيش الجامة خلونا اليتامى تحاسبوا في القيامة سيد هاو 20,000 تحت الماء والضب وزيد البطاطا وزيد الزيت و 2000 ريال وزيد وزيد شنو رسالتك للمسؤولين؟ رسالتك للمسؤولين؟ مسؤولين الشفار هذوك خاص يعطيو راه الشفار هذوك شو ما عليهم كاع واحد تضررتو واحد كاريبيت ب20 وشد 40,000 ريال ومخلص 14 تحت الماء والضو محشومات يعني تضررتو في هاد الايام ديال الارتفاع كل شيء هاد السيمانه كل شيء شو الكاري وهاد السيد هذا راه مسؤول على كل شيء راه قال يبيع علينا في كل شيء خويا حنا دابا غادينا في الستار هادي ناقصه بزاف المرة تجي تاخذ كيلو اللي كان يدي جوج كيلو ولا يدي كيلو نص كيلو الله يكون في العون بنادم بالضرب واليوم 16 في الشهر بنادم كمل مع تخلصوا في الشهر جا مع كل شيء غالي بنادم راه كمل دابا حنا راه هو باركين في السوق انا تنصورو التاريخ تنجيبو السلعه تنبيعو المرة تهز كيلو كاين اللي تهز ماطيشه تقول حقق لي هادي كاين اللي باغا فلفله تقول حقق لي كاين اللي باغا فلفله تقول حقق لي الله يكون في العون المسؤولين خاصهم يتكلفوا باش خاصهم يمشيو لعين المكان وهي الخضره راه ماشي مهمه راه مره تطلع ومره تتهبط على العرض والطلب خاصهم يمشيو للحوانت ديال تبقات ويمشيو للهرية داكشي اللي تيتفيكسا بحال اللي هضرو ديال الزيت ب 480 تفيكسا بقى ب 480 وخا يطيح ما ينقصوش منو البابا راه غدا يقدرو ياكلوه ب 40 ريال الماطيشات هي غدا يقدرو ياكلوه بالسيري راسو يعني هاد القضية اللي شرتي لأن المواطن جاولك ياخذ بطاطا ماطيشة كيطاريها بنادم ما عندوش بنادم ما عندوش مسكين ولا تيدي قوت اليوم تيجي يقولك عطيني حبة ديال الجبادات جماطيشات بصله وتيطاريهم تنعبرهم ليه هما تياخد تقتل عليه 20 درهم 25 درهم طويجين ديال جوج زوافريه تيقتل دابا 50 درهم بلا لحم فين خبز وفين زيت وفين لحم كلشي غالي بزاف خاص المسؤولين يمشيو لعين المكان يعني بالنسبه لكم نتوما الرباح ديالكم قلال الله يشعل البركه حنا كيف صورنا كيف ما صورناش ما غتفوتش الحرفه الحرفه هي الحرفه ما عندكش شي ميدان اخر غتمشي ليه المهنه هي المهنه ديالك بزمنك لما صورتيش هاد السيمانه تتمنى السيمانه الاخرى ما صورتيش هاد الشهر تتمنى الشهر الاخر ما عندكش فين تمشي 240 شهر ها انت ماطيشه 4 ماطيشات 240 المواطن اللي دويتي معاه مضرور دابا بزاف كاع المواطن مضرور كتشوف في العينين ديالهم البكيجي تيجيو عندنا في الوجه ديال المساكن تبدل المواطن بزاف واش بصله خداريه ب 4 دراهم جمله واخا الخدار يبيعها ب 120 ما تيصور فيها التريال راه نص الوراق راه تتعبر في الميزان الكبير 100 كيلو تتكسر ليه 10 كيلو في الميزان تيجي بلانا تاني بدا يتكسر ويبيع وهادي ويعطي منا الله يكون في العون الله يكون في العون هادشي راه بزاف خاص المسؤولين خاصهم يمشيو لعين المكان المسؤولين خاصهم يمشيو لعين المكان راه دابا هاد الناس الغلاط راه هما اللي غلبوا على البلاد شكون هما الناس غلاط؟ هما التجار الغلاط هما الاموال هما اللي غلاو البلاد خويا اللوبيا 460 ريال اللوبيا ب 15 درهم باش نبيعو فيها اليوم اللوبيا رخيصة شحال كتوصل شحال كتوصل كانت وصلت ب 25 درهم 25 درهم اللوبيا اللوبيا 15 درهم هذا اللي جا دابا تيبيع الدجاج تيبيع فيه ب 20 درهم الكيلو باش يبيع في الدجاج والدجاج دايره 340 هذاك راه الشفار هذا اللي جا دابا هو راه الشفار تبيع الدجاج هو فين هرب هذه هذيك القضيه ديال صابو شافر بيس 600 قال لي 22 ما يكذبش هذه هذيك القضيه ديال راه شافر بيس ما يكذبش باش تنبيعو طاطا دابا كاينه 7 دراهم طاطا حلوه 8 دراهم القسميه 8 دراهم المحبور 6 دراهم الفوطه 7 دراهم خيزو 100 دريال الماطيشه 9 دراهم البصله 240 الكركوبه الخضاريه دايره 120 اللوبيا 15 درهم
الحقوق ديال 10 دراهم، الشيفرون كنا نبيعوا فيها ب 4 دراهم دابا 8 دراهم، حتى هو غلا، الدنجال 8 دراهم، الفلفله 12 درهم، المواطن راه محن بزاف، محن بزاف، خاص المسؤولين يمشيو لحين المكان. شكرا.